وعلى صعيد آخر، اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، تزامناً مع استمرار الهجوم على قطاع غزة الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة الأناضول إن مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بكثافة منذ ساعات الصباح على شكل مجموعات. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن قوات كبيرة من الشرطة ترافق المستوطنين أثناء اقتحاماتهم من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وأشار إلى أن من بين المقتحمين النائب السابق من حزب الليكود اليميني الحاخام يهودا غليك. بدورها قالت محافظة القدس إن 26 فوجا من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ليرتفع عدد المقتحمين إلى 1351 منذ الصباح. ويأتي اقتحام اليوم بعدما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد السماح للمستوطنين بمن فيهم أعضاء الكنيسة باقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد. بالمقابل كانت شرطة الاحتلال قد فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. وأذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية قد ندد بهذه الخطوة. وأثناء الاقتحامات دوت سفارات الإنذار بالقدس في إشارة إلى إطلاق صواريخ على المدينة. وفي هذا الصدد قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد إنها قصفت مدينة القدس برشقة صاروخية.